يا عمي هول العرب تعالوا لك يا شباب اسمعوا لي صراخوا لقالاتوا طاي بارودي مو هان؟ اي هذا هو اي بعد صلاة الظهر وخروجه على الخدمة وصار في 10 إصابات عنا الحمد لله رب العالمين والشهيد مجهود قوي ورحنا هون مثل ما انتم شايفين مشفى يعني مشفى نسائي وأطفال مشفى توليد يعني وكادر طبي رحنا هون قاعدين لخدمة الناس يعني ليش مثلا ما بفرجينا عضلاته على الجبال بفرجينا عضلاته بشي محل بفرجينا عضلاته بإسرائيل عم يجي كلهم أطفال احنا خدنا كل حواضن وخرجت المشفى على الخدمة وصابوا أطفال 2 3 الحمد لله رب العالمين وهيك